حسونا بيه منور سليمان حبيبي هابي نيو يير هيبان سليمان بيه بلغوني ان جمال السكر على وصول ايوه طيب انا نازل حالا يلا بينا أنا جاهزة إيه مالك؟ مش عارفة بس حساني كده عاملة زي الكرومبة كرومبة إيه؟ ده أنت زي القمر يلا حصلينا على تحت آه مفيش شرب النهاردة زي ما اتفقنا أوكي أهلا بابا هابي نيو يير كل سنة طيبة أنت طيب بجد شكلي حلو حسيتي عامله زي البالونه كده وهفرقع لا بالونه ايه الناس كلها عارفه انك خلاص كام يوم وهتولدي ماشي يا ستي اقعدي وفخي فيا كده عشان انزل تحت فرقع في وشهم طب ما بتاكليش انت ليه خلاص هاكلي زي ما انت اكلتي كاتو طعمه حلو قوي اهلا اهلا جمال بيه اهلا وسهلا انا دلوقتي بس ممكن اتفائل بسنه 2012 هابي نيو يير يا سالم ما دام سعادتك امرت هتبقى هابي ان شاء الله اتفضل معليك اتفضل الحقوا جمال السكري وصل الله هو مش المفروض انه في طرف وطي صوتكم الوحيد اللي فلت هو هابي نيو يير شرفت بيدي يا فندم هابي نيو يير يا هانم شرفتني يا فندم بسنت ازيك يا روح؟ انت ايه حكايتك بتحلوي كده ليه؟ بك يلا بقى يا سالم عايزين نفرح بيها ان شاء الله قريب قوي احنا المفروض نفرح بسالم بيه نفسه في السن ده ولسه قادر ينزل لنا موديلات جديده حسد عيني عينك حتى في هزاره السخيف مش قادر ينسى انه تاجر سيارات هو البيرة كبير
بلوه عشان يشوف شغل. كاميرا في فيلا سالم الجرح وفي ليلة راس سالم. ليه كده يا حبيبي؟ مين اللي بعت الكلام؟ يا باشا اطمن، قضيتك مضمونة، أخلصها بسبع رجل صغير عدد مؤاخذة. بس المحاكم تخلص شغلها في قضايا الفساد وأنا أجيب لك حكم من أول جلسة. طيب ده أنا أبو اليزيد. قفشناكي. هابي نيير. هابي نيير. عن إذنك. دماغ فرغلي، المرة اللي بتقرا الفنجان، ما هي دي اللي قالت لابن الريس انه مش هيوصل للحكم. حمار يا جدع انت، حد يقول حاجة بالشكل ده؟ انت السيد ده مين؟ حضرتك قلت لي راكب ايه؟ اختي عليك يا مها، بكلمك كتير قوي وانت ما بترديش عليا. بتكلميني من قبل هنا مرة؟ انينا اللي انت تتهالي اخر مرة. اخر مرة دي كانت من امتى؟ 3 شهور تقريبا. انا اخري في اي نمرة شهر. انا مش هسيبك النهارده لما تقري لي الفنجان. كان نفسي. انا اسفه قوي، انتوا عارفين انا ما بقراش غير فنجان واحد في اليوم، ونيويرز دايما محجوز لي سالم بيه. ايه ده يعني مش هتشوفي لي هتجوز السنه دي ولا لا؟ انت مش محتاجه مها يا حبيبتي، انت محتاجه معجزه. شربات يا مها. صحفي معرضة حب يعمل ناصح بس كله تمام، والشركة بقى اللي بعتت الاوردرات حسابي معايا بعدين، ما تقلقش سعادتك.